بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضور الكرام، سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، جد مسرور وشرف كبير لي أنني أحضر معكم هذا اللقاء الأول بالنسبة لي معكم. أولا جمعة مباركة، ثانيا عيد مولد مبارك سعيد، ثالثا هذا أمطار الخير خلت هذا اللقاء ديال اليوم هي علامات جد سارة. وكنعرفوا راه ماشي غير الفلاح اللي ولا كيستنى الشتاء، وانما كلشي مغاربه ولا كيستنى الشتاء. اللقاء ديالي معكم انا غادي نقول لكم جوج كلمات، عبدو ربي اعتبروني واحد منكم، واي حاجه اللي ضراتكم غتضرني واللي سراتكم غتسرني. الابواب ديالي مفتوحه لجميع الفلاحه بدون استثناء، في اي حل وارتحال، في اي محل وفي اي منطقه. حنا راه الاشاره باش نتعاونوا وباش نوقفوا هذا القطاع على رجليه بيان كومين. كاين الحمد لله مجهودات جباره مبذوله من طرف الدوله، كاين مجهودات جباره مبذوله من طرف الفلاحين، من طرف المؤسسات ديال الفلاحين، سواء التعاونيات، الجمعيات، الغرفه، الجميع. اذا هذه المجهودات كلها خصها تؤدي النتيجه ديالها ان شاء الله بحول الله. اليوم ان شاء الله، اليوم الحمد لله احنا في المغرب 2016، المغرب محمد السادس الله ينصره، الذي يجوب بقاع العالم للتعريف بهذا البلد، للرفع من مستوى هذا البلد. كذلك حتى حنا خصنا الخاطره ديالنا ديال الفلاحه نمشيو بها ونمشيو بها بعيد ان شاء الله بحول الله. وثقتي فيكم كبيره وكبيره بزاف الحمد لله، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله بحول الله. وكنأكد ان الابواب ديالي مفتوحه ونرى الاشاره ديالكم ودائما معكم وجنبكم وقدامكم باش ان شاء الله بحول الله ما نتمناوش تكونوا الصعاب، ولكن اذا كانت نتعاونوا عليها ان شاء الله بحول الله كامل. بارك الله عليكم وبارك الله.